السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج يمن ترندنج، واللي بناخدكم فيه بقولة سريعة على مستجدات الأخبار في الفضاء الإلكتروني. أنا محسن الخليفي، وخلونا نبدأ معاكم بأهم العناوين. ووهان الصينية ترسل تحذيرا للعالم. وعام النمر يبدأ في الصين. وأخيرا التخلص من إجراءات وقيود كورونا في أوروبا. مدينة ووهان الصينية، المدينة التي غيرت مسار العالم وأثرت علينا جميعا، المكان اللي بدأ فيه وباء كورونا أول خطواته في غزو هذا العالم. اليوم وبعد ما مر أكثر من عامان من تاريخ رصد أول حالة بفيروس كورونا، ووهان ترسل رسالة صادمة جديدة، ومفادها ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. هذه السلالة تدعى نيوكوف، وتشير النتائج المبكرة إلى أن هذه السلالة قادرة على أن تكون أكثر فتكاً من كوفيد-19، ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة نيوكوف قد تسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يسبب الوفاة لشخص واحد من كل 3 أشخاص في المتوسط. وتم اكتشاف هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش التي تعتبر مصدر طبيعي للعديد من فيروسات كورونا. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحيوانات البرية تعد مصدراً أو المصدر الأكثر من 75% لجميع الأمراض المعدية لدى البشر. جاستن ترودو رئيس وزراء كندا يعلن عبر تويتر إصابته بفيروس كورونا. كتب ترودو على تويتر لمتابعيه أن نتيجته الأخيرة كانت إيجابية بكوفيد-19، وطمنهم بأن صحته جيدة ولا يشعر بأي أعراض قوية، وأنه سيواصل مهام عمله الاعتيادية من المنزل متبعاً جميع الإرشادات الصحية المطلوبة. ونصح الجميع بأخذ اللقاح وأيضاً استكمال الجرعات الداعمة. ويذكر أيضاً أن ترودو أعلن إلزام جميع موظفين أو الموظفين الاتحاديين بالتطعيم، وكذلك فرضت كل من كندا والولايات المتحدة في الشهر الماضي ضرورة حصول سائقي الشاحنات العابرين للحدود على ما يثبت تطعيمه. احتفلت الصين هذا الأسبوع ببدء العام الصيني الجديد الذي يحتفل فيه أكثر من 1 مليار شخص مع أقاربهم، ويشاركون في مسيرات ويمارسون الطقوس المختلفة سعياً لقلب الحظ السعيد في العام المقبل. وأطلق على هذا العام اسم عام النمر نسبة للأبراج الصينية التي تسمى بأسماء حيوانات مختلفة. ونشر الحساب الرسمي للسفارة اليمنية في الصين على تويتر مقطع فيديو يظهر أحد المغتربين اليمنيين مهنئاً الشعب الصيني بهذه المناسبة. نتابع. يستقبل الصينيون في هذه الأيام مناسبتين في غاية الأهمية. المناسبة الأولى هي رأس السنة الصينية الجديدة، أو ما يسمى بعيد الربيع الصيني، ووفقا للتقويم القمري الصيني فإن هذا العام هو عام النمر. وأما المناسبة الثانية فهي انطلاق أولمبياد بيجين الشتوية 2022. وبهاتين المناسبتين أبعث من هنا للصين بلدي الثاني ولكل الأصدقاء الصينيين بأحر التهاني وأطيب الأمنيات. أتمنى لهم دوام الصحة والعافية. أتمنى لهم كما هو النمر في رمزيته في الثقافة الصينية عاما مفعما بالحيوية والنشاط والقوة. وآيتو ريال مدريد الإسباني يحسم صفقة التعاقد مع إمبابي نجم PSG الفرنسي. وقالت المصادر أن اللاعب الفرنسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، مما سيسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد مجانا في صيف 2022.
ويستطيع النادي الملكي الآن تقديم إمبابي لجماهيره ابتداء من 1 يوليو هذه السنة، ويمثل نادي ريال مدريد حلم الطفولة بالنسبة لإمبابي كما صرح سابقا. وتقول الأخبار أن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون مقابل راتب يقدر ب50 مليون يورو في الموسم الواحد. ويذكر أيضا أن ريال مدريد حاول في الصيف الماضي التوقيع مع إمبابي وعرض على باريس سان جيرمان مبلغ يقترب إلى 180 مليون يورو للتخلي عن النجم الفرنسي مبكرا، ولكن قبل هذا الطلب بالرفض. وها نحن اليوم نقف على مشارف انتقاله بالمجان لصالح نادي أحلامه في مدريد. بعد قرارات الحكومة الكندية والأمريكية بشأن فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات العابرين لحدود البلادين، والتي تجبر غير الملقحين من السائقين على تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوم، سائقو الشاحنات الغاضبون والرافضون لهذا القرار يقومون بإغلاق حدود البلادين احتجاجا على هذه القرارات. نتابع الفيديو معكم. ومشاهدينا الكرام، هذا كان النصف الأول لحلقتنا لهذا الأسبوع. ونذكركم لمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم، زورونا على مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. نروح فاصل، نرجع نكمل معكم. عدنا لكم من جديد. الأسود بلا شك من الأكثر أو من أكثر الحيوانات افتراسا وأشدها قوة، وفي قانون الغاب كما يقال القوي يأكل الضعيف، وهذا ما حاول فعله هذا الأسد أو اللبوة عندما هاجمت صغير الحمار الوحشي باعتقادها بأنه فريسة سهلة. وأثناء انشغال اللبوة في الانقضاض على الفريسة الصغيرة حصل ما لم يكن في الحسبان، وعاد الحمار الوحشي لإنقاذ صغيره ونجح في ذلك. الحمار يغلب الأسد. نتابع. فيديو متداول من روسيا يظهر عملية إنقاذ خطيرة وصفت بالبطولية، وقام فيها شابان بإنقاذ جارتهم من خلال سحبها من النافذة أثناء اندلاع حريق في منزلها. اندلع الحريق هذا في إحدى الشقق في الأدوار المرتفعة، وكانت مسألة إنقاذ الفتاة العالقة شبه مستحيلة لولا تدخل هذول الشابان. نتابع الفيديو معكم. Было, как они, чем? Блин, там еще люди, вон где огонь. هذا كان المقطع، وشفتم كيف كانت عملية الإنقاذ هذه خطيرة. تعالوا الآن نشوف إيش كتب الناس في تويتر، ونبدأ مع أبو عبد الله اللي كتب:
وقال: المقطع يبين أهمية وضرورة أمرين في هذه المواقف. أولاً اللياقة البدنية، وثانياً العقل بالتفكير السليم. ومشاركة أخرى معنا كتب فيها: واضح من الدخان الأسود أن الشقة مرة محترقة، يعني صار لها وقت تحترق. السؤال: وينها من أول الحريق ما تهرب؟ المهم الموقف مرة يخوف، كيف طاوعها قلبها تنزل؟ لو أنا مكانها كان مت مختنقة، ما كان قدرت أنزل كده. طبعا ما حد عارف، يمكن كانت نايمة وصحت فجأة، فالله أعلم بالظروف. ولكن نقرأ هذه التغريدة اللي كتب فيها أحدهم: أنا أستغرب من بعض الناس وقت الحريق، يا أخي أركض جهة الباب بسيط مرة، وأكيد طبعا الباب واللي حوله أو اللي حول الباب ما في أي شيء يكون مشتعل عشان تخاف منه، وحتى لو في يعني راح تكون لسعة خفيفة لأنك تركض. طبعا كلام الشخص هذا يعني من كيسه، الله أعلم كيف كانت الظروف، فما نقولش الله ربنا ينقي الجميع من شر الحرائق. سيدة أمريكية من ولاية ساوث داكوتا القريبة من مينيابوليس قامت بطلب وجبة ومشروب من أحد المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنزل، وانتظرت كثيرا لطلبها ولكن تأخر. استغربت هذه السيدة من هذا التأخير، لتكتشف لاحقا بأن سائق التوصيل أو الدليفري اللي من المفروض أنه يوصل طلبها في وقته تم القبض عليه من الشرطة لأنه كان مطلوب لارتكابه عدد من الجرائم. ووجبة السيدة هذه كانت معه وقت القبض عليه. وكيف عرفت هذه السيدة بالقصة؟ طبعا عرفت يا صديقي بعد ما قام أحد رجال الشرطة بتوصيل الطلب لمنزلها بنفسه. بخليكم تشوفوا. I'm not who you're expecting, but your driver got arrested for emergency entertainment, so I figured I'd complete the DoorDash for you. Thank you so much. Take care. Thanks. بالرغم من ارتفاع عدد إصابات كورونا يوميا، الدنمارك تعلن رسميا التخلص من جميع قيود كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية كما كانت ما قبل 2019. هذا القرار في الدنمارك يسقط كل قيود كورونا وقوانينها ما عدا القيود على المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج، وبالتحديد غير المحصنين الذين لم يأخذوا اللقاح. وبعد ساعات قليلة من قرار الدنمارك، النرويج أيضا تقرر التخلص من معظم قيود وإجراءات الجائحة للعودة للحياة الطبيعية بغض النظر عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. كريستيانو رونالدو وعائلته يقضون أجمل الأوقات في شتاء دبي، مستمتعين بأشعة الشمس والأجواء الساحرة. وشارك النجم البرتغالي جمهوره على الانستغرام فيديوهات وصور تجمعه مع عائلته في أماكن متنوعة ومختلفة، من بينها زيارة المعرض إكسبو الشهير. وكتب على بوست في الانستغرام رونالدو: شكرا دبي على الأوقات الجميلة، شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة، شكرا على توفير أجمل اللحظات العائلية، دبي بيتي الثاني وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل، مع خالص محبتي لكم. وهذا كان البوست لرونالدو في إنستغرام. ويذكر أن دبي والإمارات أصبحت مزار لكبار النجوم والشخصيات الاعتبارية في العالم، خاصة في فصل الشتاء الذي يعتبره الكثيرون أجمل شتاء في العالم. خليكم الآن مع هذه اللقطات المتنوعة لزيارة كريستيانو رونالدو الأخيرة، نتابع.
ومشاهدينا الكرام، هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، ولمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم زورونا على مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. كنت معكم أنا محسن الخليفي، نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.